ليه يعني؟ انتوا بتسموني يا جماعه حد بيحب الاخوان؟ اطلع بقى. اقليه يا جماعه، اقليه فقط. مين هو؟ يخش على زوم. لا بس يا جماعه انا بصراحه ما بحبش الاخوان. تلاقي الواحد ماشي فيهم كده كرشه كبير كده بسم الله ما شاء الله عليه ماشيه ويقول غزاله يا اخواتي غزاله. ماشيين البلد واليوم مشروع نار هيتقل. انت مش عارف يا جماعه. بصراحه انا ما بحبش الاخوان يا جماعه، وبعدين انا بصراحه انا بحب اتكلم عن الاخوان بس ما اخدش مني مصاري. طب استنى 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 استنى، طب ما تيجي نفكر بالعقل شويه. انا لا راجل ليا في الدين ولا ليا في السياسه، بس البلد دلوقتي هتتهش. ما تيجي نمشي كده في خطوه ونسميها بلد الاخوان. هنعمل ايه؟ غير كده. انا حابب الناس زي ما بحب ان هم يعملوا. انا عايز اتكلم في السياسه فقط، بس على الاقل احترم وجهه نظر المنتخب. عايز اتحارب، عايز ان انا مش في دراسه. طب انا همشي في دراسه، همشي في دراسه ليه؟ عشان احقق هدف. يبقى انا عايز اعمل حاجه مفيده ليا ولغيري. يبقى انا غير. تمام؟ احترمت القوانين زي ما عايز ان حد يحترم قوانيني، وان انا امشي في بلد الناس تحترمني لازم احترم غيري، لازم ابص لغيري بصه حلوه عشان هو يبص لي بنفس البصه دي. ده هيتحقق ازاي؟ انا ازاي هحقق؟ ازاي هحترم اللي قدامي وهو يحترم؟ غير من قوانين. نعم؟ الهدف. انا عايز ازاي اغير من نفسي؟ ازاي هتكلم مع اللي قدامي بطريقه كويسه عشان هو يتكلم معايا بطريقه كويسه؟ لازم اغير سلوكي، لازم اغير حضارتي، لازم اغير ثقافتي. لازم اتعامل مع الناس بالطريقه اللي هم يحبوا ان اللي انا احب ان هم يتعاملوا بيها معايا. مثلا انا دلوقتي مختلف مع الاخوان، مش معنى كده ان انا امسك طوبه وارميها على واحد من تبع الاخوان. لا انا ضد الاخوان ان اشرح وجهه نظري، اقنعه بوجهه نظري، اقول له والله انا مش مقتنع بالاخوان عشان الاخوان عملوا واحد اثنين ثلاثه غلط، انا معترض عليه. هو